تم تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بداء كوفيد-19، من ضمنها واحد من المخالطين و16 حالة مجتمعية. كذلك خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 31 حالة شفاء جديدة، فيما للأسف تم تسجيل حالة وفاة جديدة، نسأل الله الرحمة والغفران للمتوفي. بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 17,058، من ضمنها 9,037 من ضمن المخالطين و 7,832 من الحالات المجتمعية، وكذلك 189 من الحالات الوافدة. تم منذ بداية الوباء تسجيل 16,346 من حالات الشفاء، وكذلك تم تسجيل 433 من حالات الوفاة. بالنسبة للحالات النشطة اليوم تبلغ 279، من ضمنها 230 بدون أعراض، 35 بأعراض خفيفة، و14 حالات حرجة، نسأل الله لهم الشفاء.